انضم معنا عبر الهاتف الخبير في الفكرة الاستراتيجية دكتور محمد الفيدي. دكتور محمد أهلا بك معنا. أهلا بك والمشاهد الكريم. أهلا بك. إلى أي مدى كان موقف المملكة وولي العهد اليوم حازما تجاه طهران التي تهدد أمن المملكة ولبنان كذلك واليمن والمنطقة؟ هذا هو الموقف الطبيعي الذي يجب أن تقف المملكة في ظل استهداف أمنها واستهداف الأمن القومي العربي والاستهداف الأمن والسلم كذلك الدولي. نحن أمام خطر داهم، خطر حال، إطلاق صاروخ يزن 8 آلاف كيلو ويحمل رأس من 500 إلى 650 كيلو انشطاري. إذن هذا الخطر الداهم الذي يهدد أمن واستقرار المملكة ومنطقة الخليج ومنطقة الطاقة والملاحة في البحر الأحمر وفي مضيق عدن وفي البحر العربي والمحيط الهندي. إذن نحن أمام أسلوب جديد وممارسة جديدة يقوم بها الحوثيين من خلال دعم هذا النظام الإيراني ومن خلال هذه الخبرة الإيرانية وهم الحزب الله التي تهيئ مثل هذه الصواريخ البالستية بعيدة المدى التي يصل مداها إلى 1400 كيلو متر. إذن المملكة مشقة وهي تعمل طبق القانون الدولي والقانون الإنساني الذي يحمي حياة المواطنين ويحمي حياة الإنسان. فالمملكة بهذا الإجراء هي فعلا هذا السلوك هو إعلان حرب على المملكة واستهداف لعاصمتها، والمملكة هي قلب العالم الإسلامي. ولعلنا عودة قليلة خلال بضعة أشهر، 4 أو 5 أشهر كان إطلاق صاروخ باليستي على مكة المكرمة وقبله كان على الطائف. إذن نحن أمام تهديد حال يجب اتخاذ إجراء حازم حياله. هل ترى بأنه حان الوقت لردع حزب الله في لبنان؟ حزب الله متغير أساس، وهذه الصواريخ هي تأتي مفككة على شكل قطع ثم تجمع داخل اليمن تهربها الميليشيات الإيرانية وميليشيا حزب الله في لبنان، وبالتالي حزب الله هو شريك أساس وفاعل في عملية تزويد وتدريب الحوثيين بالسلاح، وهو مهدد وخطر على المملكة، خطر قائم يجب المملكة التعامل معه بما يحفظ أمنها القومي. طيب كيف نفسر هذا السلوك التصعيدي المتزايد لإيران وما دلالاته كذلك؟ هذا السلوك يدل على أن إيران هي تعمل بأسلوب الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وأنها تصدر الإرهاب الدولي، وأنها تصدر كذلك الفساد العالمي من خلال شراء الذمام وخلال التلاعب بالأموال وتهريبها وإرشاء كذلك الجهات ومنظمات وتنظيمات تعمل تحت غطائها وأدرع لها. وبالتالي أنه من الأهمية بمكان أن يتم التعامل معها واتخاذ إجراء حازم فعلا يحيد خطرها ويقضي على أدرعتها، سواء حزب الله في لبنان أو الحوثيون في اليمن. وهذا التحدي الكبير الذي تعيشه سوريا والعراق من خلال عبث الميليشيات الإرهابية فيها وتصدير الإرهاب إلى العالم العربي وزعزعة الأمن القومي في العالم العربي، نحن أمام تهديد حال. يجب أن يكون هناك وحدة عربية عربية، وحدة عربية إسلامية في مواجهة هذا الخطر الذي تشوه واجهته إيران بسلوكها الإرهابي الذي يهدد العالم، ليس على العالم العربي وعلى أمن المملكة القومي فحسب، ولكن على العالم أجمع والأمن السلم الدولي. لأن إيران بثت ثقافة العدوانية وأسست جيل لمدة 40 سنة، هذا الجيل الذي الآن تشبع ثقافة العدوان والقتل والاعتداء على الآخر، يجب أن يضع العالم يده مع المملكة في مواجهة هذا الخطر الذي لا يهدد المملكة فحسب مصدر الطاقة في منطقة الخليج العربي، ولكن يهدد الأمن والسلم الدولي. طيب دكتور محمد، إلى أي مدى هذا التهديد الإيراني الذي ذكرته عبر الحوثيين وحزب الله سيرتد على طهران نفسها في الداخل؟ طهران هي عندما تعبث بأمن المنطقة وأمن الخليج هي في نفس الوقت تعمل عمل جاد وحثيث وسريع على أن فعلا يرتد هذا العمل إلى داخلها. ولعل أنه المملكة بحزمها واستعدادها وتهيئها وتصريحاتها وتعاون العالم معها بفهم هذا الخطر الذي فعلا يهدد وهذا السلاح النووي الذي تحاول وتعمل على امتلاكه،
هذه السلوكيات الإجرامية العبث بأمن الدول التي تنتهجها، إذن هي أمام خطر حال وحقيقي في أنه لن تترك إيران بهذه الطريقة تعبث بأمن المنطقة وأمن الخليج العربي والأمن العربي والأمن القومي العربي. إذن أنه الخطوات ستكون جادة وخطوات عملية في منع إيران من الاعتداء وتمددها وتأثيرها من خلال هذه الأقليات والميليشيات وهذه الأحزاب الإرهابية التي تبنيها هنا وهناك في لبنان وفي اليمن، وتريد أن تؤثر على أمن واستقرار المملكة ومنطقة الخليج والوطن العربي. إذن يبدو أن هناك خطوة جادة، المملكة عندما اتخذت هذه الخطوة هي تدرك وتقيم حجم الخطر. الخطر ليس عليها فحسب، ولكن الخطر على المنطقة بكامل، المنطقة العربية كافة. الخبير في الفكرة الاستراتيجي الدكتور محمد الفيدي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.